بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زي ما كنا بنقول في القداس، الشهر ده اخر شهر في السنه، ف مفيش مانع ان احنا ناخد احدى علامات النهايه. زي ما دي نهايه السنه، ناخد علامات نهايه الايام. ومن ضمن العلامات المهمه في نهايه الايام ايمان اليهود بالسيد المسيح ورجوعهم الى المسيحيه، او ايمانهم بالمسيحيه. ف هنتكلم إن شاء الله بعد هذه الأسئلة عن حركة التبشير بين اليهود في هذه الأيام، والأسئلة هتكون مركزة على المسيح، لأن لو اليهود آمنوا أن يسوع هو المسيح خلاص ما فيش عندهم مشكلة أنهم يبقوا مسيحيين. فعاوز أسأل أول سؤال، إيه معنى كلمة مسيح؟ نقول يسوع المسيح، مسيح يعني ايه؟ ايه معنى كلمة مسيح اللي احنا بنقولها كتير؟ يسوع المسيح، يسوع تبدأ اسمه ابو المسيح. ايوه اخي صبحي، طب تفضل تفضل، خد صليب من هنا. زي ما بيقول الأخ صبحي، كلمة مسيح يعني ممسوح أو مدهون. كلمة ممسوح يعني مدهون بالزيت، زيت مقدس بيدهنوا بيه كانوا الناس اللي بيمسحوهم لغرض معين، إما غرض ديني يا إما غرض حكامي. فيسوع المسيح يعني يسوع الممسوح من الله، الممسوح من الله علشان يكون يقوم بغرض معين، ويصح يكون زي ما قلنا دلوقتي، يا اما ممسوح عشان يكون كاهن او رئيس كهنه، يا ممسوح عشان يكون ملك من قبل الله. الحاجتين دول بنسميهم مسيح، وهنشوف دلوقتي شويه تفسيرات لكده. مين اول واحد صار مسيح للرب، يعني ممسوح من عند الرب من غير الكهنه؟ من الكهنة طبعا أول واحد كان هو مين؟ هارون أخو موسى، الأول ما جات الوصية أنه يمسح هو والكهنة اللي معه. مين غير الكهنة أول واحد من غير الكهنة صار مسيح للرب أو ممسوح للرب؟ يا أخي كمان، شاول الملك. تفضل، شاول الملك ربنا لما اختاره عشان يكون ملك طلب من، شكرا شكرا، طلب من النبي اللي كان موجود في هذا الوقت ان هو يمسحه ملكا. مين كان النبي اللي كان موجود؟ مين النبي اللي مسح شاول؟ مين؟ لا ما تقولش انت يا صمويل. طيب صمويل، طيب فصمويل هنقرا في سفر صمويل الأول إزاي إن شاول مسح. دي من الحاجات اللطيفة إن الواحد يقراها في الإنجيل لأنها ما بتتكررش في هذه الأيام. سفر صمويل الأول الأصحاح التاسع، أول واحد طلب الله إنه أو طلب إنه يمسح ملك. بيقول في الأصحاح التاسع في سفر صمويل الأول عدد 13 أو عدد 15 دي، الرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلا: غدا في مثل الآن أرسل إليك رجل من أرض بنيامين فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل يخلص شعبي من يد الفلسطينيين. فدي عن المسحة اللي مسح بها شاول. وبعدين في أصحاح 10 عدد 1 بيقول: فأخذ صموئيل قنينة الدهن، ده كان دهن مقدس مخصوص او زيت، يعني كان الله هو اللي ادى الوصف بتاعه. اخذ صموئيل قنينه الدهن وصب على راسه، اللي راس شاول يعني، وقبله وقال:
أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا؟ ودي كانت مسح شاول ملك على بني إسرائيل. السيد المسيح يسوع المسيح كانت جنسيته ايه؟ كانت جنسيته الأرضية ايه؟ مثلا مصري، سوري، لبناني، تركي، عربي. يسوع المسيح نعم اي معلش سامحوني اي واحدة فيك تفضل يا بنتي. كان يهودي، كان جنسيته اسرائيلي يعني. كان ساعتها ما فيش حاجة اسمها جنسية، اتفضلي. ساعتها ما كانش في حاجة اسمها جنسية يهودية، كان إسرائيلي. اتفضلي. هل في مسيحاء تانيين جم قبل المسيح؟ هل في حد جه قبل المسيح سموه يعني مسيحاء تانيين قبل المسيح؟ في حد جه؟ يا عم شفيق جوه. يهود لما اراد ان يحتل شاول يحكم فقال حاشا لي ان اموت يدي الى مسيح. ما هو مسيح الرب شاول. لا احنا عاوزين مسيح كاذب يعني، مش مسيح صح. انا قصدي في المسيح يكون مش مظبوط، ادعى لنفسه انه هو المسيح. بس يمكن انا ما اعرفش اوجه السؤال كويس. مين ناس في الانجيل في ناس ادعوا انه مسيح مش صح؟ حد يقدر يجيب لي أسامي واحد أو اثنين منهم؟ رجائي. طيب توداس ويهوذا كان في عهد مين دول قبل كان قبل المسيح به؟ أفادك الله تعالى بقى. صح الكلام ده، هو اللي أنا عاوز أقوله كله. ده في سفر الأعمال أصحاح 5. شكرا يا مرجعي. سفر أعمال الرسل، تفضل. أصحاح 5، الكلام اللي كان بيقوله الأخ رجائي دلوقتي عن إنه لما كانوا ماسكين الرسل عشان يضطهدوهم وبعدين بيعملوا حواليهم مجمع، قام في المجمع أصحاح 5 عدد 33، قام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا. ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام توداس قائلا عن نفسه أنه شيء، أول واحد مسيح من المسيح الكذبة، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400، والذي قتل وجميع الذين قادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب، يعني أيام ولادة المسيح، وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين قادوا إليه تشتتوا. في واحد في الكتاب المقدس كتب عنه أنه رفض أن يمد يده إلى مسيح الرب. واحد رفض أن يمد يده إلى مسيح الرب. نعم، داود النبي. وكان مين مسيح الرب اللي رفض؟ تفضلي. والقصة بتاع داود النبي ورفضه أن يمد يده إلى مسيح الرب قصة، تفضلي، قصة أشبه ما تكون بقصة مسيحية، لأنها تدي فكرة عن واحد قدر أن هو يعمل ضرر بعدوه ومع ذلك صفح عنه. دي طبعا حكاية كبيرة جدا، ودي تلاقوها في صمويل الأول أصحاح 26. بيقول إنه جم ناس قالوا لشاول إن داود كان مختفي في مكان عندهم، فقام شاول ونزل ومعه 3000 رجل منتخبين لكي يفتش على داود ويقتله. وكان داود مقيما في البرية اللي كان فيها شاول ده، فلما رأى أن شاول جاء وراءه إلى البرية
أرسل داود جواسيس وعلم باليقين أن شاول قد جاء، فقام داود وجاء إلى المكان الذي نزل فيه شاول، ونظر داود المكان الذي اضطجع فيه شاول وأبنير رئيس جيشه، وكان شاول مضطجعا عند المتراس والشعب نزول حواليه. فأجاب داود وكلم أخي مالك الحسي: من ينزل معي إلى شاول إلى المحلة؟ فقال أبيشاي: أنا أنزل معك. فجاء داود وأبيشاي إلى الشعب ليلا، وإذا شاول مضطجع نايم عند المتراس ورمحه مركوز في الأرض عند رأسه وأبنير والشعب مضطجعين حواليه. فقال أبيشاي لداود: قد حبس الله اليوم عدوك في يدك، دعني الآن أضربه بالرمح إلى الأرض دفعة واحدة ولا أسني عليه. فقال داود لأبيشاي: لا تهلكه، فمن الذي يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ؟ وقال داود: حي هو الرب، إن الرب سوف يضربه، أو يأتي يومه فيموت، أو ينزل للحرب ويهلك، حاشا لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب. والآن فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلمة. فأخذ داود الرمح وكوز الماء من عند رأس شاول وذهب، ولم يرى ولا علم ولا انتبه أحد، لأنهم جميعا كانوا نيام، لأن سبات الرب وقع عليهم. وعبر داود إلى العبر ووقف على رأس الجبل عن بعد، والمسافة بينهم كبيرة، ونادى داود الشعب وأبنير ابن نير اللي هو قائد الجيش قائلا: أما تجيب يا أبنير؟ شوف الطريقة اللي هو بيكلم بها داود، برضو فيها أدب كبير، مش قال للملك أنت كنت حقتلك، أم بيندى القائد الجيش بتاعه بيتناقش معاه في سمع الملك: أما تجيب يا أبنير؟ فأجاب أبنير وقال: من أنت الذي ينادي الملك؟ فقال داود لأبنير: أما أنت رجل ومن مثلك في إسرائيل؟ فلماذا لم تحرس سيدك الملك؟ لأنه قد جاء واحد من الشعب لكي يهلك الملك سيدك. ليس حسنا هذا الأمر الذي عملت، حي هو الرب، إنكم أبناء الموت أنتم، لأنكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب. فانظر الآن أين هو رمح الملك وكوز الماء الذي كان عند رأسه. وعرف شاول صوت داود فقال: هذا هو صوتك يا ابني داود؟ العمل الطيب يلين القلب. فقال داود: إنه صوتي يا سيد الملك. ثم قال: لماذا سيدي يسعى وراء عبده؟ لأني ماذا عملت وأي شر بيدي؟ والآن فليسمع سيد الملك كلام عبده، إن كان الرب قد أهاج ضدي فليشتم تقدمة، وإن كان بنو الناس فليكونوا ملعونين أمام الرب، لأنهم طردوني اليوم من الانضمام إلى نصيب الرب قائلين: اذهب اعبد آلهة أخرى. والآن لا يسقط دمي إلى الأرض أمام وجه الرب، لأن ملك إسرائيل قد خرج ليفتش على برغوث واحد كما يتبع الحجل في الجبال. فقال شاول: قد أخطأت، ارجع يا ابني داود، لأني لا أسيء إليك بعد. من القصص الجميلة جدا في الكتاب المقدس. مين من الأنبياء تكلم عن المسيح الرئيس؟ في واحد من الأنبياء كان بيتكلم في النبوات في العهد القديم، وتكلم عن واحد اسمه المسيح الرئيس. مين اللي قال لنا على الحكاية دي؟ المسيح الرئيس. الموضوع ده اتكلمنا عليه كذا مرة في عيد الميلاد والحاجات دي وبتنسوها. أنا أعمل لكم امتحان. المسيح الرئيس، عم شريك هيقول لنا حق. طبعا الآية دي موجودة، لكن في كلمة المسيح الرئيس، أنا عاوز الكلمتين دول. تفضل. إنما كلامك كان حلو طبعا، ينبهنا حاجات كويسة. المسيح الرئيس رجائي. طيب لا يا رجائي، مش المرة دي بقى. أنا قلت لكم مرة لما كنا بنبحث عن إن الناس عرفوا بالضبط وحددوا الميعاد اللي جاي فيه المسيح بالسنة، وقلت لكم دانيال النبي هو اللي اتكلم عن المسيح الرئيس.
هقرا لكم الكلام اللي قاله في دانيال اصحاح 9 عدد 25. هو دانيال اللي حدد برضو المده، اللي قال بعد كذا سنه هيجي المسيح، بعد كذا اسبوع. وقلنا ساعتها ان اسبوع السنين ده عباره عن 7 سنين. ففي سفر دانيال اصحاح 9 عدد 25 بيقول: أو نجي العدد 24 الأول: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة، دي النبوة عن زمن مجيء المسيح، لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القديسين. وبعديها: فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس، اللي هو التعبير ده بالذات، 7 أسابيع واثنان وستون أسبوعا. فدانيال هو اللي خد الكلمتين دول: أولا قدوس القديسين، ثانيا المسيح الرئيس. مين كان بيبحث عن مكان ميلاد المسيح؟ مين كان بيبحث عن مكان ميلاد المسيح؟ ناخد سؤال سهل شوية في السكة. أيوة أخ حسني. هيرودس والمجوس، تفضل خد صليب. هيرودس والمجوس كانوا بيبحثوا عن مكان ميلاد المسيح، وقعدوا يدوروا لقوه في بيت لحم اليهودية، في بيت لحم اليهودية. مين جابوا منين انه في بيت لحم اليهودية؟ مين اللي قال في النبوات بتاعته انه في بيت لحم اليهودية؟ هو ضروري تقولها دي. اخ ميخا قال لنا الجواب الصح، ميخا النبي هو اللي قال في بيت لحم اليهودية. تعال يا ميخا، كويس اللي انت ما سبتش الموضوع ده. مين قال عن المسيح انه في عطشه هيسقوه خل في العهد القديم؟ نعم، داود النبي في احد المزامير، تفضل، احد المزامير قال في عطشه، وقت عطشه يسقوه خلا. تفضل. مين تنبأ عن دخول المسيح في اورشليم على اتان وجحش ابن اتان؟ مين من الناس اللي تنبأوا؟ هو يبان انه اشاعي لكن مش اشاعي. لا استنى، واحد واحد، كل واحد يعرف حاجه يقولها لي. مش اشاعي النبي اللي قال عن وذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان. يا نو ديفيد، لا واحد تاني. نعم، لا مش يوئيل، مش يوئيل. يلا حد يقولها قبل ما رجعي يقولها لنا. طب قول يا عم رجعي. زكريا النبي، زكريا النبي هو اللي تنبأ وقال عن المسيح ان هو يدخل اورشليم على اتان وجحش ابن اتان. شكرا. خلي عيننا بسيطة. يعقوب قال حاجة، كان بيسمي المسيح حاجة معينة لما جاي يبارك أولاده، لما جاي يبارك أولاده جاب كلمة عن المسيح وسماه حاجة معينة، ما سموش المسيح، سماه حاجة تانية. فاكرين إيه؟ لما كان بيبارك يهوذا قال: لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي مين؟ أيوه عم شفيق، شيلون. تفضل. كان داود النبي سماه شيلون، اللي هي دي برضو من ضمن النبوات عن السيد المسيح لون من. شكرا عم شفيق. الأولاد منتظرين سؤالين مثلا ثلاثة كده. طيب What is the meaning of the word Christ؟ Christ. What does it mean? The word Christ. Yeah. Please.
No, not savior. No. The anointed man. Yes, that's right. That's very exact. Christ means the anointed man, a man who is anointed by a sacred oil. Where was Jesus living in his boyhood? Where he was he living in his boyhood? فين البنات مش معانا ليه؟ لا هم عارفين بس مكسوفين يقولوا. ها؟ يا يا انت انت. Now, what is the town? What is the town? Where was he? Yeah. He was born in Bethlehem, but he did not spend his boyhood in Bethlehem. Peter. What? Nazareth, yes. Nazareth. Come on. المسيح قضى عمره في الناصرة. اتولد في بيت لحم انما قضى عمره في الناصرة. What was the religion of Mary, the mother of Jesus? What was the religion of Mary, the mother of Jesus? Okay. Jewish, yeah, come on. Thank you. طيب نقول ترنيمة قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من العلامات المهمه جدا في هذه الايام واللي المسيح بولس الرسول اشار اليها انه هياتي وقت من الاوقات ينضم اليهود الى المسيحيه ويكونوا نشيطين جدا في التبشير بها وبعدين تاتي نهايه الايام. فلما كنت معاكم الدفعة اللي فاتت في سنة 79-80 كنت في مكان من أمكنة وبعدين لقيت فيه إعلان محطوط في المكان ده، فبقرأ الإعلان ده لقيته من جماعة اسمها Jews for Jesus، اليهود للمسيح. فطبعا استرعى نظر الإعلان ده وابتديت أقرأ فيه، وادوني العنوان اللي اتصل به فيهم اتصل به بهم علشان اقدر اخد معلومات زياده عن هذا الموضوع. فاتصلت بهم وطلبت منهم انهم يبعثوا لي كل النشرات بتاعتهم اللي بيعملوها، وفعلا كانوا مواظبين على هذا الموضوع. تبين انهم جماعه ان في مش بس هم دول، في عده جماعات موجوده في امريكا غرضها توصيل الرساله التبشيريه الى اليهود، خصوصا اليهود الموجودين في إسرائيل، اليهود اللي هنا واليهود الموجودين في إسرائيل. في جماعة بتاع Jews for Jesus دول، وفي جماعة تانية اسمه الميسيانيك. الميسيانيك برضو دي جماعة لهم نشاط خاص في أنهم يوصلوا البشارة للجماعة اليهود. وجماعة دول عبارة عن ناس أصلهم يهود واقتنعوا من الكتاب المقدس وفهموا ان يسوع اللي جه في العهد الجديد وتكلم عنه العهد الجديد هو المسيا اللي موعود عنه في العهد القديم، لان اليهود كان عندهم حسب الكتاب المقدس ان في واحد جاي ابن داود هيرجع لهم الملك الكبير ويخليهم يعني احسن دوله في العالم ويرفع شانهم ويبقى ازهى عصر في عصر المسيح بتاعهم الجديد ده، فسموه المسيح لانه هيكون ممسوح من الله. لما كانت كل فكرتهم انه هيكون راجل حاكم عالمي يعني خدهم كويسين من الناحيه العالميه، وما فكروش في انه يكونوا كويسين من الناحيه الدينيه زي ما المسيح كان بيحاول ان هو يجعل منهم. فجماعه اليهود دول اللي صاروا مسيحيين وبيبشروا بالمسيحيه اقتنعوا ان المسيح الموجود في العهد الجديد هو المسيح اللي كانوا مستنيينه، وبيأمنوا ان الكتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد الاثنين يكملوا بعض والاثنين على صحة، بيأمنوا ان في اله واحد مثلث الاقانيم اب وابن وروح قدس موجود مشار اليه في العهد القديم وواضح جدا في العهد الجديد. وعشان كده في من ضمن الكتب اللي كاتبينها بيفسروا الحاجات بتاعت العهد القديم تفسير عميق، يعني مثلا في العهد القديم اول آية
في البدء خلق الله السماء والأرض، دي باللغة العبرية براشيت إلوهيم، كلمة إلوهيم الله اللي ترجمت بالعربي، وإلوهيم دي كلمة جمع في اللغة اليهودية، إلوهيم اللي هو الميم دي جمع في اللغة اليهودية، فابتدوا من هذه الكلمات يبشروهم بالأب والابن والروح القدس، وإنه الجمع ده مش في عدة آلهة ولكن إله مثلث الأقانيم، وإن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو اللي جعلهم يهود وهو اللي أظهر لهم السيد المسيح. الجماعة دول موجودين في أمريكا وكندا ومنتشرين في بلاد كثيرة في أمريكا، في توالي حوالي في 100 بلد من بلاد الكبار من ضمنهم نيويورك منتشرة فيها هذه الجماعة، وساعات يعملوا اجتماعاتهم في الجناين، وساعات يعملوا اجتماعاتهم في بانكويتس في لقندات كبيرة، وعددهم تقريبا دلوقتي وصل حوالي 100,000 واحد بيحاولوا انهم يوصلوا البشارة بين اليهود. بدأوا سنة 71 بسبعة أشخاص ودلوقتي وصلوا إلى هذا العدد، ومعهم دلوقتي حوالي 80 بعثة تبشيرية، 80 بعثة تبشيرية، البعثة فيها 2-3 يبعتوهم، بيحاولوا الأول يجيبوا الناس اليهود اللي في أمريكا يتكلموا معهم ويحاولوا يتناقشوا وياهم، طبعا كتير خالص بيقابلوهم بالرفض والغضب والمعاملات السيئة، لكن بيحاولوا أنهم يصبروا على هذه المعاملة. رئيس الجماعة اللي اسمهم جوز فور جيزس دول واحد اسمه موشي روزين، موشي روزين ده كان رئيس، كان برضو يهودي وبقى مسيحي وكون جماعات كتيرة، وظن مركز بتاعه في سان فرانسيسكو. والجماعة دول ما يتبعوش طائفة معينة، يعني هل هم أرثوذكس، هل هم كاثوليك، هل هم بروستانت، ما يتبعوش طائفة معينة، هم اللي هم عايزينه انهم يبشروا في وسط اليهود، لما يجي يهودي يبقى مسيحي يقولوا له انت ادخل الكنيسه اللي تريحك، ادخل الكنيسه اللي تريحك، ولما يطمنوا عليه انه دخل الكنيسه وصار عضو فيها يعتبروا ان هذا الانسان خلاص انتقل من طائفه اليهوديه الى طائفه المسيحيه، ما يقولوش لا لازم تيجي عندنا بروتستانتي او عندنا ارثوذكسي او عندنا كاثوليكي، يودوه للكنيسه اللي هي يشعر الله ان هو مرتاح في العباده فيها. طبعا الموضوع ده مش عاوزين نتناوله دلوقتي صح ولا غلط، انما دي المبادئ بتاعتهم. والمبادئ الاولانيه خالص بتاعتهم علاوه على انهم من الانسان يبقى مسيحي، اليهودي يبقى مسيحي لما يكون خلاص اندمج في هيئه مسيحيه، انهم بيدعوا اليهود والامم، يعني حتى غير المسيحيين برضو بيحاولوا يتكلموا معاهم، ولما حد يجي مثلا يهودي يبقى عاوز يبقى يعتنق المسيحية، طبعا الجماعة اليهود بيضطهدوه جدا او بيزعلوا منه خالص، لان هم اليهود بيعتبروا نفسهم شعب الله واللي يطلع منهم ده كافر زي حكاية المسلمين كده، فهم يحتضنوه جماعة الجوز فور جيزس والمسيانك دول بيحتضنوه ويجعلوه في العائلات بتاعتهم ويقعدوا يعني يهونوا عليه الامر لغاية لما يقف على رجليه كويس. و عندهم اجتماعات يدرسوا الانجيل دراسه منتظمه كل اسبوع ويشوف ايه اللي موجود فيه، ويشجعوا المؤمنين الجداد على العماد، لما واحد يؤمن ويدخل في المسيحيه لازم يطمنوا ان هو اتعمد في الطائفه اللي هو ذهب اليها، ويفهموهم ايه معنى ان الواحد يكون يهودي ومؤمن بالمسيح، لان الاثنين بيبان لهم كانهم متعارضين مع بعض، فيفهموهم من الكلام بتاع اليهود الزمان هو اللي تكمل في سيد المسيح له المجد، ولهم عبادات كل أسبوع، كل أسبوع بيعملوا عبادات يوم الحد ويوم السبت، اليومين دول يوم السبت لأنهم بيحتفظوا باليوم اليهودي بتاعهم، ويوم الحد باعتبار اليوم قيامة المسيح، وفي العبادات دي فيها طقوس يهودية، يقروا كتير من المزامير حسب الطقوس اليهودية، يقروا التوراة فصول منها كتيرة أكتر من الكنائس التانية، عشان الناس الداخلين في هذه العبادة ما يشعروش انهم داخلين على حاجه جديده، يشعروا ان دي تكمله للديانه اليهوديه بتاعتهم. الدستور بتاع ايمانهم او المبادئ اللي بيؤمنوا بيها او قانون الايمان بتاعهم، بيؤمنوا بالوحي الالهي للعهد الجديد والعهد القديم الاثنين موحى بهم من الله، بيؤمنوا بالثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس، بيؤمنوا بالوهيه الرب يسوع المسيح بانه هو الله فعلا ظهر في الجسد،
بيؤمنوا بالفدا، تجسد والفدا والقيامة والمجيء الثاني زينا كمسيحيين، بيؤمنوا بأن الميلاد الجديد بيتم بالمعمودية، بيؤمنوا بأن كل مؤمن عليه أنه هو يتطهر من خطايا هذا العالم ويقاوم إبليس عشان يقدر يمشي في طريق الله، وبيؤمنوا أن كل من ما يؤمنش أو ما يصيرش تبع سيد المسيح له المجد بيهلك، لأنه ما كانش يتعمد ما يرث الحياة الأبدية. وبيؤمنوا بضرورة نشر البشارة خصوصا على اليهود اللي هم شعب الله المختار، أو زي ما قال بولس الرسول إن هم الأغصان الطبيعية في الكرمة الحقيقية اللي هي المسيح. ولهم في الطريقة دي طرق متنوعة في التبشير، طرق يعني بما أنهم طلعوا من أمريكا فطرق الأمريكاني ماشية معهم كويس. أولا حكاية النشرات، إن أمريكا أكتر حاجة مشهورة فيها الورق، ورق كتير قوي من كل ناحية تلاقي ورق بتاع، لما تطلب طلب يقول لك هات 15 ورقة مش عارف. فهم قالوا طب بالمرة نعمل الحكاية دي، نشرات كل أسبوع ونشرات على الطريقة الأمريكية. إحنا نشراتنا مثلا في الكنيسة نحط الصليب فوق وصورة ماري جرجس وصورة الأنبشنودة، حاجات حسب طبيعتنا وحسب التراديشن بتاعنا. هم بقى نشرات بتاعتهم بنشرات أمريكية خالص، بص لقى رسمين وش واحد بيضحك وجنبه وش واحد زعلان، ويقول لك اللي بيضحك ده اللي آمن بالمسيح والزعلان اللي لسه في عدم الإيمان بتاعه. يبص لقي مثلا صور تانية جيزس وبعدين يعملوا قلب وبعدين نيويورك، يعني جيزس لافز نيويورك، حاجات بتاعت امريكا يتبعوها لان الجماعه اليهود المتعلمين هنا او القاعدين هنا يفهموا هذا الموضوع. هم ارباب الموضوع ده، الاعلانات والنشرات دي الرؤساء بتاعتهم هم الجماعه اليهود، ويكتبوا الحاجات دي في اسلوب مبسط للكل وفي الرسومات لطيفه وسهله، ويكون مليانه باللغه اليهوديه اللغه العبريه، يملوها كلام اللغة العبرية عشان الرجل اليهودي يحس ان النشرات دي تبعه، ان هو يعني مش بعيد عنه. وفيها اثباتات كتابية من الكتاب المقدس، يقولوا الموضوع الفلاني ده هو موجود في الانجيل في الحتة الفلانية، في الكتاب المقدس في العهد القديم في الحتة الفلانية، علشان بسهولة يقدروا يتبعوهم. وبيعملوا ندوات في اماكن مختلفة، كل سنة تقريبا بيعملوا 8 ندوات في بلاد رئيسية في العالم، بيحضروها آلاف من الناس وبيسبقوها بحملات إعلامية شديدة عشان ناس كثيرة من اليهود يحضروا الندوات دي ويستمعوا إلى المحاضرات اللي فيها. بيقولوا حسب في جريدة بيعملوها كل تقريبا أظن كل شهر، إنه في مرة من المرات ندوة من الندوات دي طلب فيها 964 يهودي إنهم ينضموا للجماعة دي وإنهم يعتنقوا الديانة المسيحية. حتى مظهرهم الخارجي بيراعوا أنه يكون يهودي، فيحاولوا أنهم معظمهم يطول دقنه، لأن اليهود زمان كانت عندهم العادة دي موجودة، لما يلبسوا قمصان القمصان بتاعتهم فيها الشعارات اليهودية بتاعتهم، بدل ما يرسموا الحاجات اللي بيرسموها الشبان عندنا اليوم دول على قمصانهم يرسموا حاجات تانية. واحد مثلا يقول لك جيزس ميد مي كوشر، يعني المسيح خلاني رجل نقي. يكتبوا مثلا نيو جيروزاليم، احنا في أورشليم الجديدة، حاجات من الحاجات اللي تخلي الواحد يعني يجذب اليهم ويخلي اليهود يحبوا يقروا يحطوا على زرير قمصانهم شعارات يهودية، يتمسكوا مثلا بالنجمة بتاعت داود اللي فيها 6 زوايا ويحطوها في المعابد بتاعتهم وهي الصلبان، باعتبار انهم برضو ولو انهم مسيحيين لكن هم من اصل يهودي، ومع هذا بيحتفظوا بأمور يهودية سطحية، يعني في حاجات احنا ما نلتزمش بيها لكن هم يحتفظوا بيها، يعني يعيدوا بيها. مثلا يعيدوا برأس السنة اليهودية، ملهاش دعوة بالدين دي، ملهاش دعوة من ناحية المسيح والحاجات دي. رأس السنة اليهودية، كل رأس السنة اليهودية يعملوا لهم احتفال كبير عشان اليهود يفهموا ان دول فعلا ناس يهود. يحتفظوا بنجمة داود زي ما قلت لكم دلوقتي على المعابد بتاعتهم، اي معبد يهودي لما تشوفوه تلاقوا بره النجمة بتاعت اسرائيل. حتى المستشفيات اليهودية، مستشفيات اليهودية زي بيت اسرائيل والحتة دي تلاقوا فيها نجمة داود. بيحتفظوا بالعادات اليهودية في الزواج، حفلات الزواج لما حد منهم بيعمل حفلة زواج، اليهود لهم زي ما قلت لكم مرة
طقوسهم الخاصة في حفلة الزواج، طقوسهم والغنوات بتاعتهم والرقص بتاعهم والطريقة بتاعتهم، وازاي الرباي اللي بيسموه اللي هو الأسيس بتاعهم ازاي بيعمل الفرح بتاعهم، كل دي بيحتفظوا بيها عشان اللي يدخل في وسطهم يعني ما يقولش ان احنا داخل في حتة تانية، هو يهودي انما المفروض اليهودي يبقى مسيحي، بيعتبروا حاجة مرحلة واحدة. وفي حفلاتهم بيلبسوا الملابس اللي زي الملابس اليهودية القديمة اللي لها أهداب وحاجات زي كده من تحتها، الموسيقى اليهودية احتفظوا بالموسيقى اليهودية الشرقية. لو في ناس في نيويورك مرة كنت شفت في كانوا جابوا في أظن في مناسبة المناسبات فكرة عن زواج يهودي، الموسيقى زي الموسيقى الشرقية بتاعتنا في مصر في نفس الألحان الطويلة والحزينة والفرحة والحاجات دي بتاعت اليهود. وكل يعني بيحاولوا باستمرار انهم يكونوا اللكنه حتى اليهوديه بتاعتهم اللغه اليهوديه، يتكلموا اللغه اليهوديه، يحاولوا انهم يحتفظوا باللغه اليهوديه بتاعتهم. ودي انتوا عارفين ان من اهم الحاجات عند اليهود دلوقتي عند اسرائيل اللغه اللي هي جمعهم جامعه كويسه جدا، وبيحاولوا ينشروها في كل العالم. وبعدين يدوا لإعلاناتهم أو للنشرات بتاعتهم صيغة يعرفوا إن اليهود يفهموها، اليهود لهم عقلية خاصة، ساعات عقلية العناد، ساعات عقلية إنهم يصبروا في الآخر وبعدين ما بعد كده يضربوا ضربة بتاعتهم، زي حكاية البورصة الأخرانية دي اللي هم قعدوا شوية يرفعوا الأسعار وبعدين ضربوها ضربة واحدة، فيدوا في الإعلانات بتاعتهم حاجات زي كده. في إعلان مثلا من الإعلانات مكتوب عليه من بره: لا ينبغي ابدا ان تؤمن ان يؤمن اليهود بالمسيح، بره خط كبير جدا من اعلاناتهم، لا ينبغي ابدا ان يؤمن اليهود بالمسيح. يوم الراجل اليهودي ينبسط يقول ايه هذا الاعلان ده عجبني، يوم يفتح الاعلان اللي جوه الا اذا تبين كذا 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 كذا، ويجيبوه بقى تبين دي يبص زي الاعلان ده بالذات كان يعني من الاعلانات اللطيفه، الا اذا صادق العهد الجديد في ان المسيح جاي من قبيله يهوذا زي ما مكتوب، وبعدين يقول الله ده في انجيل متى مكتوب ان المسيح جاي من سبط يهوذا صحيح، الا اذا كان المسيح ابن داود ده في الحته الفلانيه نسب المسيح جاي صحيح من عند داود، الا اذا كان مولود من عذراء زي ما قال اشعياء النبي، وبعدين هو في العهد الجديد جاي من العذراء مريم. يجيب لهم الحاجات الرئيسيه اللي هم اليهود وضعينها كعلامات على ان ده المسيح، وبعدين يجيبوا لهم حاجه حاجه دي تمت في كذا وتمت في كذا وتمت في كذا، وفي اخر النشره بقى اللي هي اولها اوعى تؤمن بالمسيح، اخر النشره يقول اذا ما دام الامر كذلك يبقى المسيح يسوع اللي جه هو المسيح المنتظر. طريقه يعني جميله في مخاطبه في افكارهم. وعشان كده في ناس كثير على ما اسمع بيحاولوا انهم يدخلوا الى الديانه اليهوديه، وهم من ضمن الناس اللي زي ما كنا بنتكلم من مدة ادوا لليهود فكرة عن الزمن اللي تحدد به مجيء المسيح. قالوا لهم دانيال كان بيقول ان المسيح جاي فيه 70 أسبوع، وبعدين في الأسبوع الأخير من 70 ده هيصلب المسيح. يقول لهم احنا عاوزين نشوف جم 70 أسبوع دول منين، المسيحيين بيقولوا يسوع هو المسيح بتاعنا، فمن ساعة ما أبطلت الذبيحة كانت سنة كذا، طلعوها كانت حوالي سنة 476 لما دخلوا الجماعة الفارسيين والكلدانيين ونبوخذ نصر والجماعة دول سنة 476، 70 أسبوع كل أسبوع يعني 7 سنين، الأسابيع بتاعت النبوات 7 سنين، يبقى في 490 سنة، والمسيح في النص الأخراني ويقعد يحسب يقول الله ده الكلام ده صحيح، ده صحيح المسيح الصلب فعلا في الأسبوع الأخير من 70 أسبوع دول، يبقى إذن هو ده المسيح اللي احنا بنتوقعه جميعا. بيحاولوا انهم طبعا يعني عاوز اقول ان دي مش سهلة، يعني كون بشر في اليهود ناس راحوا إسرائيل وفعلا عملوا معاملة صعبة هناك، مع ان إسرائيل بتحاول تعمل زي أمريكا انها عندها حرية، لكن بالنسبة للديانات بتبقى صعبة خالص من هذه الناحية. وبيكون عندهم إحصائيات دقيقة جدا عن إسرائيل، يقول لك إسرائيل فيها كم يهودي وكم مسلم وكم مسيحي
ومفروض من المسيحيين دول اليهود دول ناخد قد ايه عشان نرجعهم للمسيحية. بيعملوا تخطيطات جميلة جدا عشان يقدروا يوصلوا للنهاية اللي انتوا اللي هم عاوزينها، انهم يأمنوا بالسيد المسيح ده هم. وفي مدى تبشيرهم بالمسيحية، في ناس سألوهم عدة أسئلة عشان يعرفوا، في ناس يهود سألوهم عدة أسئلة عشان يعرفوا هم دول ايه مركز الآراء بتاعتهم. فواحد قال لهم ايه الحركة بتاعت جي اف جي دي، مش جي اف كي، لا جي اف جي، جيزوس جولز فور جيزوس. فردوا عليهم قالوا لهم احنا جماعة من اليهود اقتنعنا ان المسيح هو مسيح بتاع اسرائيل، وان الكتاب المقدس اليهودي والعهد الجديد الاثنين كتاب واحد، وان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب هو اللي جعلنا يهود. وبعدين واحد تاني سألهم قال لهم ازاي تكونوا يهود وتؤمنوا بالمسيح بيسوع؟ فقالوا هو اليهودي. مين هو اليهودي في التعريف بتاعهم؟ قالوا اليهودي هو الشخص اللي ينتمي للجماعة اللي صنع الله معاه عهد مع إبراهيم ومع موسى ومع داود، ووعدهم بأراضي وبعلاقات خاصة وبإرسالية وإعلان الله الواحد، وكل الحاجات دي تمت مع مجيء المسيح اللي جاه من نسل إبراهيم ونسل داود، وعمل لنا أرض واحدة اللي هي الأرض الأبدية اللي هنكون فيها بعد هذا. وعدة أسئلة زي كده سألوهم الجماعة دول كتيرة مش هقدر أقولها لكم كلها دلوقتي، لكن من أهم حاجات عندنا عاوزين نعرفها التقابل بين الكتاب اليهودي أو العهد القديم والعهد الجديد. فبيشرحوا لهم بيقول لهم المسيح ابن الله موجود في إنجيل يوحنا واضحة، وهو نفسه موجود في مزمور 2 المزمور الثاني، قال اللي هو لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالباطل، أنت ابني أنا اليوم ولدت. المسيح من سبط يهوذا موجودة في سفر التكوين أصحاح 49 لما كان يعقوب بيبارك الأولاد، موجودة أيضا في العبرانيين أصحاح 7 أنه من سبط يهوذا، وواضح أيضا من نسب المسيح. كون المسيح من بيت لحم واضحة في نبوة ميخا زي ما سمعنا دلوقتي، واضحة في إنجيل متى. كون المسيح بيموت على خطايانا جاء قالها إشعياء النبي، كشاة ساق إلى الذبح وكان عجا صامت أمام الذي يجوزها، وموجودة بتفصيل بالشرح في رسالة كورنثوس الأولى. كون المسيح ابن داود في إشعياء أيضا موجود في إنجيل لوقا في النسب بتاع المسيح. كون المسيح يموت صلب موجود في العهد القديم في المزامير، مزمور 22 مليان خالص من حاجات المسيح ازاي ان هو يموت من اجلنا ويصلب وفي عطش ويسقوه خلا، موجودة في انجيل في الاربع اناجيل. كون المسيح يدخل اورشليم متضع قلنا دلوقتي انها موجودة في سفر زكريا زي موجودة في الاناجيل. وكون المسيح يجلس عن يمين الله نجدها في مرقس كما نجدها في سفر المزامير ايضا مزمور 110. وقت مجيء المسيح لما كمل الزمان موجودة في سفر دانيال الزمن بالضبط، وموجود في رسالة غلاطية. وبعدين المسيح نبي زي ما موسى قال يقيم لكم رب إلهكم نبيا مثلي له تسمعون، ويكون أن النفس التي لا تسمع له تقطع من شعبها. فكون المسيح قيل عنه أنه نبي زي موسى، نبي من ناحية أنه هو بيجيب الأخبار القادمة مش كنبي بس، موجودة في إنجيل يوحنا كما أنها موجودة في سفر التثنية. طيب إذا كان الكلام ده اللي بيقولوه ده صحيح، فسؤلوا ليه الجماعة الرؤساء اليهود ما بيؤمنوش بهذا؟ فقالوا لهم إن الجماعة دول بيعلموا على إن أساس إن يسوع مش المسيح زي الفريسيين. الفريسيين كانوا بيقاوموا المسيح وبيعتبروا إنه مش هو ده المسيح، والعهد القديم بيعتبروه مش في قدسية العهد الجديد جماعة الربانيين دول أو الربيين. والإنسان الربي اللي هو يؤمن بالمسيح ما يسمحلوش بعد كده أنه هو طبعا يبقى معلم في الديانة بتاعته، بيطرد على طول من المجمع بتاعهم. وصعب جدا على اليهود أنهم يفكروا بتفكير متسع بعد المدة الطويلة دي 1900 سنة
وبعدين يرجعوا يفكروا. طبعا بتحتاج إلى شدة يعني أو قوة شخصية في الناس اللي بيعملوا بهذا العمل. ناس كثيرة من اليهود على ما يعني قريت وسمعت رجعوا عن اليهودية إلى المسيحية بتبشير هؤلاء الناس، ومنهم ناس من الربيين دول اللي هم الناس الرؤساء الدينيين. وكانت النتيجة إن دلوقتي في إسرائيل في حركة كبيرة، كبيرة نسبيا، ما أقدرش أقول كبيرة أوي، كبيرة نسبيا. الناس بيقولوا طب ما نبتدي بقى نفكر دلوقتي، المسيح اللي احنا مستنيينه بقالنا آلاف السنين ما جاش، فليه ما يكونش إن احنا غلطانين وإن المسيح ده اللي جه فعلا هو المسيح الموعود به في الكتب. وفي ناس ابتدوا إنهم يبحثوا في هذا. بل من ضمن العلامات اللي أنا شايف إنها علامات كويسة، في حاجة اسمها اتحاد الإكليريكيين، الناس الكليرجي، الناس الدينيين متحدين. تجدوا في نيويورك وهنا في كل أمريكا تقريبا بيعتبروا المسيحيين واليهود، اليهود داخلين في الحكاية دي، والمسلمين كأنهم ناس كليرجي كلهم متحدين مع بعض، وبيعملوا معاهم اجتماعات. ثلاث طوائف دول بيعملوا اجتماعات مع بعضهم. وزي ما قلت لكم يمكن في المرة فاتت أو اللي قبلها، في مؤتمرات بتتعمل ويحضرها اليهود كناس بيتناقشوا وبياخدوا ويدوا مع الجماعة المسيحيين. وفي مؤتمرات تبع مجلس الكنائس العالمي للتقارب، وفي مؤتمرات حسب الفاتيكان أيضا للتقارب مع اليهود ولمحاولة شرح لهم عن أسرار أو صحة الديانة المسيحية. صحيح أن اليهود زمتنين في الموضوع ده ومش راضين يمشي شوية في هذا الموضوع، لكن كل دي تبشر في أنه في يوم من الأيام سوف ينتشر الإيمان المسيحي في جماعة اليهود. عاوز أقول صعب أوي أن اليهود يأمنوا والمسيحيين اللي موجودين في هذه الأيام إيمانهم ضعيف، مش تبقى مش تمام. الحاجة اللي بيعملها اليهودي، نبص لها اليهودي نشط وبيبشر بالمسيح كويس، وأنا المسيحي اللي المفروض طول عمري مسيحي ومولود بالمسيحيين إنسان ضعيف، بخاف، ما احتفظش بمسيحيتي، ما افتخرش بالمسيحية بتاعتي، تبقى من الأمور المخجلة في حياة المسيحيين. فإحنا ياريتنا يعني برضو نحط الناحية دي في اعتبارنا، إنه إذا كان هناك تبشير في وسط اليهود، إذا كان هناك يهود بيأمنوا، فبالأولى المؤمنين الجاهزين يكون حياتهم كويسة، يكون صلتهم بالله كويسة، يكون محبتهم لبعضهم محبة كويسة، يكون تقدمهم في النعمة كويس، يكون دراستهم للكتاب المقدس كويس، علشان إذا جاء اليوم الأخير وآمنوا اليهود واستطعنا أن احنا نكون مع الله في كل حين، لا يكون وجوهنا يعني مغبرة أو مكسوفة من أن يهود طلعوا أحسن مننا في ناحية الإيمان بسيد المسيح له الملك. وزي ما برضو كنت بقول لكم أنه الكتاب المقدس واضح جدا من أن اليهود مش هيعودوا غير مؤمنين على طول، واضح خالص في الناحية دي. بيقول بولس الرسول أن القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل، يعني دلوقتي إسرائيل في مرحلة قساوة حتى يدخل ملء الأمم. دلوقتي في تبشير بالمسيح، التبشير ده كان رايح لليهود الأول، فحصلت قساوة عند اليهود، اليهود قالوا لا مش عاوزين، فالله بعت التبشير ده لكل الجماعة الأمميين عشان الأمم كلها ينالها بركة، وبعد ما الأمم تخلص يدخل الإيمان لليهود حتى كل الناس تأمنوا بالسيد المسيح له الملك. نرجو أن الأيام دي تكون أيام بركة وأيام مشرفة لنا كلنا، وكلنا نكون مقابلين للرب بوجه طيب، نقول يا رب احنا حافظنا وصاياك، وزي اليهود ما دخلوا في الإيمان احنا كنا برضو في إيمان قوي ومستقيم بك. نرنم ترنيمة.